ان يعم السلام منطقتنا العربيه والشرق الاوسط والعالم اجمع متمني متمنيا لمصرنا الغاليه المزيد من التقدم والازدهار في ظل النهضه الشامله التي تعيشها البلاد من التعمير والبناء والنهضه التي يقوم بها فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وباسم قداسه البابا توادرس الثاني نتقدم بالتهنئه صاحب الفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدنا الحكيم والعظيم وجميع قيادات الدولة الرسمية والمعنية وأخص بالذكر السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وربان سفينتنا الحكيم سيادة اللواء حازم عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مراكز التأهيل والإصلاح الموجودة في مصر هذا الرجل العظيم الذي لا يدخر لا وقته ولا صحته في سبيل خدمة الصغير والكبير والرقي بنفس كل نزيل في كافة ربوع أرجاء مراكز التأهيل المصرية ندعو للجميع بموفور الصحة ولمصرنا الغالية النمو والارتقاء ونحن نحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد. نتذكر قيامة السيد المسيح. المملوءة رجاء مفرحا لنا جميعا. فالقيامة هي حياة جديدة. القيامة هي حياة جديدة. ننسى ما هو وراء ونمتد فيها الى ما هو قدام كل شيء يتغير فيها القيامه حياه جديده مليانه بالرجاء فهناك قيامتان القيامه الاولى وهي القيامه من الخطيه والتوبه وهي القيامة الأولى التي نحياها هنا على الأرض. التوبة والرجوع عن كل الخطايا. وباب التوبة مفتوح لنا جميعاً هنا ونحن على الأرض، نحيا على الأرض. أما القيامة الثانية فهي المجيء الثاني للسيد المسيح. حينما يقوم الأموات عديم فساد أما الأحياء الموجودين وقت مجيء السيد المسيح فسيتغيروا في لحظة والجسد الترابي سيأخذ جسدا ممجدا نورانيا كما جسد السيد المسيح القائم من بين الأموات فالسيد المسيح هو باكورة الراقدين باكورة الراقدين أي أول واحد قام بهذا الجسد الممجد ونحن أيضا سنقوم به في مجيئه الثاني ونتنعم بالملكوت الإلهي هناك لا يكون تعب ولا مرض ولا جوع ولا عطش هناك لا يكون خطية لا تكون هناك خطية في السماء هنحيا في سلام ونحيا حياه مثاليه كنا نطوق اليها ونحن هنا على الارض ولكن لم نجدها القيامه هي رجاء مفرح شتان بين مشهدين مشهد المسيح المصلوب من يومين كان مصلوب على العود الصليب ورؤساء الكهنة كانوا يضحكون ويستهزئون به ظنين أنهم قد, قد انتصروا على السيد المسيح فاكرين أنهم انتصروا على السيد المسيح ولكن هذا المشهد لم يكن هو النهاية ولكن هناك مشهد آخر وهو مشهد القيامة قام السيد المسيح وكانت هي نهاية القصة الجميلة وهم كانوا لا يتوقعون هذا المشهد نهائيا. كان مشهدا مفرحا لنا جميعا وهو النصرة على الشيطان وعلى ابليس. رسالة السيد المسيح لنا يا احبائي في يوم عيد القيامة المجيد هي رسالة رجاء مفرح رجاء وفرح في الحياة التي نحياها هنا على الارض بعد قيامة السيد المسيح لا ينبغي ان نحزن ونكتئب ونظن ان كل شيء انتهى لا هناك حياة اخرى هناك حياة اخرى. بعد الظلام هناك نور. وبعد الليل هناك نهار. مهما طالت ايام الظلمه التي نعيشها هنا على الارض. سوف ياتي وقت النور. ستتغير. ايام الظلمه والتجارب والاحزان والالام التي نحياها ليست هي نهايه الامر. فهناك افاق وامال سوف نراها طالما نحن نحيا ونعيش على رجاء هذه القيامه. مهما طالت التجربه ومهما طال الالم والمرض سوف ياتي الفرج قريبا. الظلمه والضيقه والالم هي مؤقتة ولا بد أن يأتي بعدها النور عشان كده كان سيدنا البابا شنودة الله ينيح نفسه كان دايما يقول لك مسيرها ايه تنتهي هنقعد على طول هنا مسيرها ايه هنخرج كم سنة وهنعمل ايه نخرج بس الشطارة ان احنا نعيش بالقيامة نعيش القيامة يعني ايه نعيش القيامة نعيش حياة جديدة غير اللي كنا بنعيشها قبل ما نخرج من هذا المكان مش كده؟ كنا عايشين بتهاون وعايشين بامور لا ترضي الله ونعمل حاجات تغضب الله ولكن بعد ما نخرج نبتدي حياه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هوذا الكل قد صار ايه جديدا زي القيامه كنا بجسد ترابي بقينا جسد ايه نوراني يزرع فيه فساد ويقام في عدم فساد كنا بنعمل حاجات تغضب الله دلوقتي بعد ما نخرج نعمل حاجات ايه ترضي الله حاجات كويسه عشان كده لا تحصر نفسك في الضيقه لا تحصر نفسك في الضيقه وتكتئب وتحزن وتظن انها هي نهايه الامر لا ليست الظلمه ولا الضيقه ولا الحزن هي نهايه الامر، ستنتهي يوما ما طالما انت تحيا في رغاء القيامه، وقت الالم والضيق قليلا اذا ما قيس بوقت القيامه، وقت الالم والضيق وقت الصليب كان اسبوع، كنا بنحتفل باسبوع الالام اسبوع، الام وضيقات واحزان بينما نحتفل بالقيامة خمسين يوم فنسبة الألم بالنسبة للفرح هي نسبة قليلة جدا ممكن واحد لعشرة عشان كده لا تحصر نفسك في الضيقة تمر بأيام وتحيا أيام هنا صعبة ولكنك ستحيا أياما أكثر وأكثر في سعادة وفرح عشان كده لا تحصر نفسك في الضيقة فالأسبوع هو سبعة أيام تمثل الحياة الأرضية السبع أيام تمثل الحياة الأرضية بينما القيامة في اليوم الثامن يوم الأحد هو اليوم الثامن ويرمز للحياة الأبدية والحياة الجديدة والحياة التي فوق الزمن التي لا تنتهي. عشان كده ليكن لك رجاء لا تحصر نفسك في الالم والضيقه. الكنيسه تعتبر فتره الخماسين هي يوم واحد. يوم عيد القيامه يوم لا ينتهي. يوم لا يكون فيه ظلمه. يوم فرح دائما، يوم طويل لا ينتهي، وهذا يعطينا رجاء وأمل، عشان كده لا تحصر نفسك في الآلام والضيق والضيقات والأحزان التي تمر بها وتحيا بها. اعلم جيدا أنها ليست النهاية، فالنهاية هي القيامة وليس الموت. النهايه هي القيامه وليس الموت فنحن ان متنا فلم تكن هي النهايه لاننا سنقوم مره اخرى ونحيا الى الابد في السماء عشان كده مهما طالت الحياه او الالام او الضيقه التي نحياها سوف ياتي الفرج وياتي النهار وياتي النور إن نظرت إلى الصليب فقط فسوف تتعب لو بصيت للضيقة فقط سوف تتعب ولكن انظر دائما لفجر قيامة الأموات انظر دائما للقيامة وليس للضيقة لأن الضيقة سوف تنتهي يوما ما ما اجمل يا احبائي ان ياتي عيد القيامه في وقت الربيع الذي يسبقه الشتاء الشتاء تلاقي الدنيا مظلمه اليوم قصير وتلاقي الشجر كله الورق وقع والشجر ناشف والدنيا صعبه قوي وغيامه كتير والدنيا صعبه قوي ولكن تلاقي عيد القيامة جاء في وقت الربيع حينما تظهر الأشجار مرة أخرى والأوراق تبتدي تطلع والنور واليوم يبتدي يطول وكأنها الكنيسة عايزة تقول لنا انظروا للطبيعة بتبدأ حياة جديدة في عيد القيامة ونحن أيضا نبدأ حياة جديدة من هذا اليوم نبدأ ونحن واضعين أمامنا قيامة السيد المسيح نحيا في هذا الرجاء الجميل ما اجمل المديحه اللي بنقولها ساعه التناول يقول لك زمان الضلاله قد مضى واشرق النور بعد الظلام النور بعد الظلام والهم والحزن كلاهما مضى المسيح صلب وقبر ثم قام جميله قوي يعني بعد الظلمه هناك نور وبعد الهم والحزن هناك فرح وبعد الصليب هناك قيامه القيامه هي اجمل خبر سمعته البشريه وأخ واجمل خبر سمعه التلاميذ بعد الحزن اللي هم كانوا عايشينه وقت الصليب داود النبي كان يحيى القيامه كل يوم عشان كده يقول لك في المساء يحل البكاء وفي الصباح السرور في المساء يحل البكاء مش هو ده نهايه الامر ولكن كل صباح هناك سرور عشان كده قام السيد المسيح في الصباح لكي ما يعطينا رجاء في كل صباح نحياه ونعيشه كل صباح يمر علينا نحياه برجاء القيامة المفرح عشان كده لا تحصر نفسك في الحزن والضيقة ليكن لك رجاء في رؤية المسيح القائم من بين الأموات فهو قال أراكم أيضا فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم دائما نشعر يا أحبائي أن وقت الصليب يمر ببطء شديد وقت التجربة بتمر علينا كأنها ظهر كأنها اليوم ليس يوما ولكنه سنة عشان كده بتبقى صعبة ولكن علينا أن نصبر حتى يأتي وقت القيامة ليس أمامنا شيء سوى ان نصبر للتجربه اصبر للاحزان اصبر للتجربه لانها مسيرها تنتهي ليس امامنا سوى ان نصبر في هذه التجربه انظروا ايوب الصديق الذي كان بارا انظروا كم مره كم مره بالام وضيقات كل اولاده ماتوا كل ممتلكاته انتهت كل غناه ضاع في لحظه ده مش كده وبس ده حتى اصيب بامراض كثيره وقروح كثيره والناس اللي كان بيتعطف عليهم كله تافف وبعد عنه وصبر ايوب وجاء وقت القيامه ورد الرب سبي ايوب ورد عليه ما فقد ازيد مما كان مش كده زي ما بنقول في الطلبة بتاع اسبوع الالام رد عليهم فقد ازيد مما كان اداله اضعاف اضعاف ممتلكاته عشان كده ننظر للنهاية ولا ننظر للتجربة والضيقة اصبر لكل تجربة وكل ضيقة انظر لداود النبي الذي مر ايضا بمطاردة شرسة من شاول الملك كان يطرده من مكان لآخر حتى أن داود قال لا بد أن في يوم من الأيام سوف أقع في يد شاول الملك كان عايش في الجبل ملوش مكان عايش في المغاير عاش عيشة صعبة ولكن في النهاية حينما صبر للتجربة صار ملكاً على إسرائيل عشان كده لا تنظر للتجربة فقط انظر للقيامة لا تنظر للصليب بل انظر للقيامة لا تنظر للتجربة لكن انظر لنهاية التجربة إبراهيم وسار أيضا عاشوا في ألم وضيق كان ليس لهم أطفال ولا أولاد كانوا تعبانين جداً ولكن بعد كده ربنا قال له ايه هعطيك نسل كنجوم السماء وكرمل الارض او كرمل البحر واداله فعلا الله نسل وفرحة لا تنظر للتجربة ولكن انظر لما بعد التجربة سوف تجد امجاد كثيرة انظروا يوسف الصديق الذي كان مثلكم سجن قعد في السجن دون اي ذنب امراه سيده كانت تلح عليه يوما فيوما لكي ما يفعل معها الشر والخطيه ولكنه رفض وقال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله وكانت النتيجه انه وضع في السجن مر ب بحياه صعبه وتجربه صعبه ومرت عليه الايام كدهر ولكن يوسف الصديق كان ينظر للقيامه عشان كده خرج من السجن بعد كده وصار الثاني بعد فرعون وكان مدبر الحياه في مصر وكان يعني مركزه كبير جدا وأنقذ العالم من الموت ومن المجاعة عشان كده انظر لما بعد التجربة الكتاب بيقول لنا بعد البكاء والنحيب يجيء التهليل يقول لك في مراسي أرمية جيد للرجل أن ينتظر الرب ويتوقع بسكوت خلاص الرب جيد للرجل أن ينتظر الرب وتوقع بسكوت خلاص الرب عيش وخلي عندك دايما رجاء لأن السيد لا يرفض إلى الأبد فإنه إن أحزن فإنه يرحم انتظرها حتى ولو تأخرت ستأتي إتيانا ولا تتأخر ستأتي إتيانا ولا تتأخر عشان كده لا تحزن ولا تحصر نفسك في التجربه والالم والضيق التي تحياها انظر لرجاء القيامه المفرح سوف تفرح وتمر عليك الايام مهما طالت فتره الصليب لا تفقد رجاءك فالقيامه سوف تاتي عيش على رجاء القيامه طوال ايام حياتك لاننا كل يوم بنقول وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين ننتظر قيامه الاموات أنت انتظر القيامه سوف تخرج وتعيش حياه جديده مليانه بالرجاء انظر ليوم الاحد يوم القيامه ولا تنظر ليوم الجمعه يوم الصلب ربنا يعطينا نعمه ويعطينا ان نحيا دايما على هذا الرجاء رجاء القيامه المفرح لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى ظهر الدهور كلها امين تحيا, 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 تحيا مصر تحيا مصر وكل سنه والمصريين طيبين وبخير وكل سنه وانتم طيبين طيبين